خش برجلك اليمين. مريزة. ها. مريزة. ها. واحنا نزلنا نزول ولا طلعنا طلوع؟ وانت يا اخويا يهمك ايه وانت متنيل قوي كده؟ خط يا اخويا خط. يخرب بيتك جيبك مليان. ايه القرف ده؟ وانا فين؟ انت في الفيلا الخصوصي بتاعت باريزا، بدرون المزاج والفرفاشه، هم اربع حيطان مشققين بصحيح، انما كل شق منهم سرق من الدنيا كام حته دلع على كام ضحكه، وكله باسمي باريزا اللي معاها هتفك كربك وتحل عقدك. بس انت يا اخويا فك كيس كده واديني اماره. انت يا بنت كنت ضفادع بشريه بر بقية. انت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته. هشوف قوي، هشوف جدا، هشوف خالص. السمكة في البحر سمكة، سمكة بتزق سمكة، سمكة لو باليوائق صياد بالشبكة. مشيت في شارع من حارة، وقفت على باب خمارة. مشيت في شارع من حارة، وقفت على باب خمارة. فضلت أقاوح مع نفسي، وقلت أخش أشوف نفسي. فضلت أقاوح مع نفسي، وقلت أخش أشوف نفسي. دخلت جوا الخمارة، شفت العالم سطرانة. دخلت جوا الخمارة، شفت العالم سكرانة. ناس بتشرب بالبيرة، وناس بتظبط كاميرا، ناس كتير كده فايسة، فلوسهم راحت للبيسة. ناس كتير كده فايسة، فلوسهم راحت للبيسة. شربت ربع من المية، والدنيا لفت حواليا، ومشيت عايز في الشارع، والدنيا زحمة ومش شايف. الميعاد لسه عليه 3 ساعات. انا شفت البرنامج ده امبارح. على فكره بقى ابو سويلم ده دافع لهم، ودافع لهم كويس قوي، وانا قلت لك بس انت ما بتسمعش الكلام. بقول لك ايه يا ربيع، انا لازم اشوف حد من بتوع الاعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه احنا هنعيده تاني. انا قايم البس اهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما اتاخرش بقى. هي عارفه فين؟ اوه هو ده وقت عفه دلوقتي؟ ما يلا يا ربيع هنتاخر على الميعاد. انا بقى لي اسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في اوضتها، هي بتصحى دلوقتي. يلا هنتاخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا
اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هاتي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس. اختارت اكتر واحده بتحبك مش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني، اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالى يا محمد تعالى 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 بس ادعيني ادعيني يا محمد تتعبي من ورايا فاكرها هتخين عليا وشرف اهلي يا خالي بنزلتك تشت الدم يا محمد تعالى يا محمد هتروحي منك ايه؟ هتروحي منك ايه؟ هتروحي منك بره في الحاره عشان صوتي بره. حرام عليك يا خصيصه انا برضه باريزه. حرام عليك. وايه يعني باريزه؟ رخيصه وما لهاش قيمه وكانت هتبيعها. توبه توبه والنبي توبه اعتقلي والنبي. انت عارفه عامله زي اللي انت عملتيها دي توصلنا لفين ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. حرام عليك والله العظيم انا ما عملت حاجه. الراجل كان هيموت في ايدي وقلت اكلم اي حد من الحيطه عشان يغيطه. حرام عليك. ممكن هيموت. اه والله. من ورا مش شغل من ورا انت مش شغل من ورا يا بنت الكلب. اول واخر مره اول واخر مره ما بصحش شايف. بص يا باريزه الخلوص الاول عنده ملوش تاني والغلطه فورا. وخدي بقى كاتب خلوص على جدتك. ده انا اتبفضت على الاخر مفيش حد في الجيم مفاتيح العربيه مش لاقيها. انا لقيتك زي ما انت كده لا مفاتيح ولا عربيه شلتك هنا بينك وعلى بيتي. تقومي تجيبيني لغايه فين؟ تقومي تجيبيني لغايه فين؟ انت بيتكم مترشح حراس دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده؟ ايه اول مره؟ ايه ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى سيبيني في حالي بقى. ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا انا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السوعيه دي؟ ايه بنت السوعيه اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازه اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده. وبقيت كده، ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفا. يا نهار اسود ده بابي. رئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. يا اخي صح يا بنتي. لحظه يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ حاضر يا بابي. يا عمر تريح فيها طبعا. يا بابي حاضر. ماشي صح يا بابي. حاضر يا بابي. ايه يا بابي ازيك؟ ايه يا حبيبتي ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش بس انا كنت داخله اخد شاور بس. طيب طمنيني عليك عامله ايه؟ انا كويسه انا كويسه الحمد لله كله تمام كله تمام يا بابي. انت اخبارك ايه يا ابو الشغل ايه؟ مال وشك كده يا حبيبتي؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه يعني مش حاجه. ربيع ربيع انت مش عارف ان عندنا ميعاد متاخرين. يلا يلا بقى يلا عمر عمر انت يا ابني انت سيبها ده طبعي. عمر خد بالك هتقع. بتقولي ايه؟ شربوا كاس؟ ايوان والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز والطوبه بتاعت اخوكي بقت في شنك وراحت مع اللي راحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عمي. انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا.
انا طول عمري عارفه انه قص فساد وعارفه انه هو اللي هيبوظ عمر. يا مهدتي بالراحه يا بيبي على نفسك شويه، مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق هو انا القانون جالي من شويه قال ورقي. بص احنا نطمن على عمر الاول بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقول لك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوكي دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ هو انا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق والله. لا انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ يا نهار اسوح. يا عم حافظ، يا عم حافظ، بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. البنت الزبا دي فتانه كدابه، انا ما قلتلهاش حاجه، دي عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقول لك افتح الباب يا عمي. افتح. مش فاتح. مش فاتح؟ يا نهار اسوح. انا هنا. انت هنا؟ عمي افتح الباب ولا الف باب هيحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. انا مالي؟ واخوك صغير نخه، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، انا ما ضربتوش على ايده. وبعدين يعني هو انا كنت فايقله؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. ايوه مش فاتح. انا عارف لو الباب اتفتح هيحصل ايه، عشان كده عمي. معلش يا بيريزا يا بنتي، كل اول وله اخر. انا تعبت قوي يا عم ايوب، كفايه قوي اللي انا شايلاه من وحشك كده بالسكك ومرمطه الشوارع. انا جدتي مش متحمله ضرب. وانت ايه بس يا بنتي اللي رماك على الشغلانه دي؟ يا عم ايوب ده روح، انا خفت الواد يا اخويا يروح مني ولا يجرى له حاجه، قلت الحقه واحنا في السليم، والواد ما كانش حاسس بحاجه ولا حد يعرفنا. وانت مالك؟ ما انت كل نوبه بتعملي اللي عليكي وزياده وبتخلعي وبتسيبي خلوصي هو اللي يتصرف. ما هي اخويا كان عامل زي البليله محشيه لوز، فلوس ومحمول وعربيه وياما في الجراب. بس 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 يا بت، جراش له ودان. حاسس بنفسيتي يا عم ايوب ان مفيش ولا حد من اللي انا استنجدت بيهم حاول حتى يمديلي ايده. الناس معذوره يا بنتي، الخوف بيشيل اللسان ويلجم الايد ويحني الضهر. اوعي اوعي جرح يا عم ايوب، بعد ما احكي لك همي واشكي لك همي وانت عم تنضف لي زيد الذمه. خلاص الفانوس اهو. خلاص يا بنتي معلش، العتب على النظر، مع ان النضاره معايا والله بس ما بشوفش بيها حاجه. يا اخويا ما تروح لدكتور يدوك يديك مرهم ولا يديك قطر عينك دي. يوه كعوبي اتنحلت من لفه على الدكاتره، وعشان نظري يرجع زي ما كان لازم له شيء وشويات، فقلت يا تاخدها من قصيره، اللي فاضل في العمر يكفي شويه النظر اللي عندي، وانا عندي نظر برضه. ربنا يديك الصحه يا عم ايوب. يلا بينا يا بنتي نكمل شغلنا. يلا. يا ما انت كريم يا رب. الف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني. انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. بس دماغي قد كده يا تينا. يومين يومين يا عمر لا حس ولا خبر. ده انا كنت هتجنن، ده انا شويه شويه كنت هجيب منادي انادي عليك في الشوارع. يومين حبيبتي. يومين يا عمر خدي امورك وبطلع. ايه اللي حصل؟ يا سلام. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل. ولا يتقال ولا يتحكي يا تينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوة تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست، خليه يحكي لنا الحكايه. احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي، انت رجعت للشقاوه تاني؟ قصدي احكي لنا احكي لنا، عايزين نفهم عايزين نفهم. يعني يا تيدي انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجه. كل اللي فاكره الكاس
وده والراجل ده اهو اهو كلمة الحق اتقالت. يعني انا ما عنديش فكرة عن اي حاجة ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمة تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا اطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجة، حتى اسأل الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي، ايوه، لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب. قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لا، الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر خلصت. فرع شروم؟ شفتي؟ يعني كان ليه حق ما قلت لك بلاش تبلغ البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا، بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح. قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي؟ اضرب يا عبد الهادي، خدوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي، تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي، تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا.